دل تكنولوجي فورم دايما بيكون اليوم اللي احنا بنقابل فيه اور كاستمرز وبارتنرز، بتكون متحمسين جدا جدا اللي احنا نعمل لكم تكنولوجي ابديت وبزنس ابديت، نشو اور كوميتمنت ليكم ازاي اور نيو سوليوشنز وبرودكتس تقدر تساعدكم في البيزنس ترانسفورميشن، سواء في ال 5G، سواء في الكلاود وركلود ابلكيشنز، او في السايبر اتاكس ازاي نقدر نحمي الموست امبورتنت اسيتس عند حضراتكم. مستنيينكم يوم 2 اكتوبر في رويال ماكسيم بالاس كامبانسكي.